احلى والعباي قلبي كيف حس شوفوا على بعد شوفوا انتوا بتعرفوا انه كل المطاعم فتحت وانا فتحت مطعمي اسرع احكي لكم روز بتخوف اه بتخوف على ايش على الشاورما طبعا مرحبا يا جماعة الخير الله يسعدكم اوقاتكم يا جماعة زي ما انتم عارفين فتحوا المطاعم طبعا احنا فتحنا المطعم بعد يعني بعد ما عقمنا وفحصنا الجميع وكل الامور تمام مية مية زي ما نعطيكم عروض انا الشيف يحيى قام رجع المطعم يحيى يعني خلص راح يخرب يا جماعة العروض هسه بعد هذا الاسبوع راح احكي لكم اياها واصل لعندكم لباب الدار كل عمان يعني جبنا 18 سيارة دليفري بس لعمان لكل الطلبات يعني كل واحد بوصي رح يوصل الاوردر سخن قبل الافطار. جماعة الخير موجود عندنا سناكات وموجود عندنا بيتزا وموجود عندنا شاورما. طبعا هسه رح انزل لكم صور العروض رح انزل لكم رقم بترنوا وبتطلبوا رح نوصل لكل عمان وين ما كنت في عمان رح يوصلك الطلب بس بدينار عرفتوا للجميع. يحيى الشيف اليوم يحيى الشيف انت الشيف. هسه يا جماعة بنزل لكم يعني عروض الشاورما مش عارف صراحة تعالوا افرجيكم. يعني وجبة البرجر جماعة الخير هسه راح نحط لكم الأرقام رنوا اطلبوا رنوا واطلبوا الشيء اللي بيعجبكم يعني أسعارنا منافسة للجميع واصل لعندكم حيث تقدروا هاي الأرقام تمام هاي